مدرب منتخب، وفي يعني في لعبه اسمها البوتشا عملناها برضو في الاعاقه الذهنيه اتحاد، وهو الشلل الدماغي، لعبه للشلل الدماغي، حاجه يعني ما شاء الله على يعني بتشوف اولادنا ازاي يعني. فالدعم بالنسبه ليهم هو انه يعني ان تقول له برافو عليك، ان تقول له انا احنا معاك، ده مهم جدا. والدعم كمان يعني ما بتكلمش على جوانب ماليه، الجوانب نعم الماليه موجوده، نعم فده موضوع تاني يعني، لان احنا عندنا يعني اتحاد ولجان بارالمبيه اللي هي الاعاقه الجسديه، ده موضوع تاني بلجانه وببطولاته وبحاجته بدعمه، واحنا سوينا كمان فيه السوي زي البارالمبيك، لكن هنا دي الاعاقات الذهنيه دي قصه تانيه، اللي هم الملائكه دول الحقيقه اللي هو معني بيها قدرهم. فالدعم بالنسبه ليهم بيعني كتير، وتوجيه فخامه الرئيس بالصندوق الحقيقه اللي على راسه فخامه دوله الرئيس اكيد يعني دعم النهارده داعم 10 لاولادنا مليار دول جنيه يعني ربنا يخليه فخامه الرئيس دايما داعم لكل الانشطه وكل سيادة الوزير. اقتربنا وربما قدامنا 3 شهور على أولمبياد باريس 24، ماذا عن استعدادات أبطالنا وأيضا حضرتك والميزانية والدعم للأبطال الأولمبياد؟ أنا ببارك الأول اتحاد الفروسية المصري، النهارده جاله جواب من الاتحاد الدولي باعتماد الجمعية العمومية وانتهت القصة، وببارك للجنة وانتهت الأولمبية، القصة وببارك للجنة الأولمبية المصرية بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية كويس باعتماد ما تم من إجراء، كويس والمؤشر الاهتمام يعني الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية بباريس. فيعني احنا خلاص الحمد لله الاتحادات، يمكن احنا عملنا اجتماع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس الرئيس واللجنة العلمية ووجودي وقطاع الرياضة علشان نتابع المؤشرات اللي موجوده، بصفه خاصه ان احنا عندنا كمان غانا، دوره غانا دوره الالعاب الافريقيه، احنا البعثه رايح حوالي 300 فرد، وان شاء الله يعني بالرغم ان هي في وقت وجيز صغير قصير البطوله اتحددت، لكن يعني هنطلعها يعني ان شاء الله، وبعد كده في شهر 6 تبدا الاستعدادات للسفر البطوله دوره الاولمبيه في شهر 7. الاستعدادات ماشيه لان احنا بقى لنا ثلاث سنين في استعدادات الاتحادات يعني ماشيه. احنا كمان الدعم المالي لغايه الدفعه 7 احنا مخلصين من عدد الدفعات اللي موجوده ما يربو على 400 مليون جنيه الحقيقه، دعم الاتحادات، سفرها، البعثات، التاهيل الخارجي، التاهيل الداخلي، استضافه البطولات المؤهله، البرامج دي كلها الحمد لله كدوله مصريه لم نقصر في شيء، و الدراسات يعني المؤشرات ان شاء الله تكون خير الفتره الجايه. احنا مع اولادنا داعمين دوله على راسها فخامه الرئيس اهتمامه بالرياضه كبير جدا.